أنا سويتها بالأول ما قبلوا هالشي، بس شكلهم رح يقتنعوا بعدين. رح نستنى لبكرة. ايه، من وين رح يدبروا 20 مليون دولار بهالسرعة؟ عن جد عزيزي أصلاً ما أنا قليلة، على طول بتوجه ضربات قوية لتكسر جناحات آل شاد أوبلو. ايه اكيد رح اخذ مكاني بالشركة اول ما تتسجل الاسهم باسمي. تمام، يمكن كون فشلت باللعبة يلي انا لعبتها باسطنبول، بس بفضل هالشي تخلصت من يارين. انا رح اقولها مرة تانية، هالبنت الشقرة شيطانة. ما فسخت خطبتي منها مشان الاسهم، بس مستحيل اقبل ضحي بحياتي واتزوج يارين شو ما كان السبب، مفهوم؟ قلت لهم بدي شوية وقت لحتى افكر، ما بعرف لسه قديش رح يستنى. ايه صحيح، مبين انه ازاد ما بيحبني بنوم، يعني ممكن يحط شي حجر قدامي بخصوص الشغل. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. صحتين أزاد. على قلبك. شو القصة؟ ما بعرف ليش عم عطس هيك. معقولة أنا حطيت عطر؟ معقولة يكون أثر فيه؟ لا، وأنا على طول بحط عطر كمان. طيب بجوز لأنه هذا العطر أقوى من اللي أنت بتحطه. طيب نفتح الباب شوي. استغفر الله. طيب أزاد ما رح يمشي الحال هيك. انت اذا بدك نام بهديك الغرفة. لا إليف، ما في داعي. أزاد عن جد ساقت حالتك كتير، انا ما عندي مشكلة، لو سمحت نام بالغرفة الثانية. تمام، تصبحي على خير.